وصفة اليوم وصفة مميزة ومشهورة لدى الشرق الأوسط وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل تركيا وألبانيا. وصفة اليوم عبارة عن ملفوف محشي كاباتش رولز. لمعرفة الكيفية والطريقة تابعوا معي الفيديو التالي. نحتاج إلى حبة ملفوف كاملة، نقوم بإزالة الأوراق الغير الصالحة، سنقوم برميها طبعا، ثم ننزع الجدر ونقوم بإزالة الأوراق تدريجيا دون أن نقوم بإتلاف شكل الورقة. عندما ننزع الجدر فهذا يسهل علينا عملية إزالة أوراق الملفوف. بعد الانتهاء من نزع كل أوراق الملفوف مع الحفاظ على شكلها طبعا، نقوم بسلقه ثم بعد ذلك نتركه ليجف، وفي هذه الأثناء نقوم بإعداد الحشوة.
بالنسبة للحشوة نحتاج إلى صدر دجاج مقطع قطع صغيرة، حبة بصل مفرومة، ثوم، جزرة محكوكة أو جزرتين، قرع أخضر محكوك، قزبر، طماطم، معجون طماطم. بالنسبة للتوابل نحتاج إلى ملح، فلفل أسود، كمون وفلفل أحمر. نبدأ بقلي صدر الدجاج، نضيف إليه البصل المفروم والثوم، ثم نتركه ينقلي قليلا، ثم بعد ذلك سنضيف إليه الجزر والقرع، ثم بعد ذلك سنضيف التوابل والتي هي عبارة عن ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، كمون ومعجون الطماطم والقزبر بطبيعة الحال. نحرك كل المكونات مع بعضها جيدا إلى أن تصبح مطهوة جيدا. بعد أن تصبح الحشوة جاهزة، نقوم بإضافة أرز مسلوق إلى الحشوة ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. ننتقل بعد ذلك لمرحلة حشو الملفوف. نقوم بنزع الجدر الغليظ الذي يكون في الورقة، أي نحتفظ فقط بالورقة الرقيقة التي يسهل طيها. نضع الحشو في الجانب ونقوم بطيه من كلا الجانبين، ثم نقوم بلف الورقة ويعطينا شكل مثل السيجار. ثم نعيد العملية مع كل الأوراق التي لدينا من الملفوف. بالنسبة للحشوة تبقى اختيارية، يمكنكم استعمال أرز مع لحم مفروم أو الاكتفاء فقط بالخضر دون اللجوء إلى صدر الدجاج أو الكفتة، يعني الحشوة تبقى اختيارية. نعيد العملية كما تشاهدون إلى أن نقوم بملء كل أوراق الملفوف. وهذا هو شكل الملفوف بعدما قمت بملء كل الأوراق. ننتقل بعد ذلك إلى صنع صوص طماط، أي صلصة الطماطم. وضعت قليل من الزيت، ثوم، وسنضيف إليه طماطم محكوكة، وبعد ذلك سنضيف التوابل والتي هي عبارة عن ملح، فلفل أسود، كمون، فلفل أحمر، ونخلط كل المكونات.
بعد ذلك سوف نضيف معجون الطماطم، سنقوم بتخفيفه بقليل من الماء. معجون الطماطم تقريبا نصف كأس من الماء. نحرك المعجون الطماطم مع الماء إلى أن يندمجا مع بعضهما، ثم نضيفه إلى الطماطم المحكوكة. بعد أن تبدأ الصوص في الغليان، نقوم بوضع أوراق الملفوف الصغيرة التي ظلت لدينا، نضعها في القاعدة، ثم بعد ذلك سوف نقوم بوضع حبات الملفوف المحشوة، نقوم بصفها ونتركها إلى أن تنضج. سأقوم برصها كلها في الإناء وأضع عليها غطاء أو صحن ثقيل وأتركها تطبخ في الصوص على نار هادئة. بعد أن تنضج تكون قد تشربت الصوص جيدا ويصبح الصوص خاتر، أي لا وجود للماء، والملفوف أيضا يكتسب بعض اللون الأحمر من الصوص. ثم بعد ذلك سنقوم بتقديم وجبة اليوم، والتي هي عبارة عن ملفوف محشي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، أن تقوموا بتجربته. لا تنسوني بلايك ومتابعة، وأنتظر تعليقكم الجميلة. شكرا على مشاهدتكم لفيديو اليوم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله مع وصفة جديدة. شكرا على تتبعكم مرة أخرى، أحبكم في الله.